مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، ونواصل تعرفنا على أبرز ردود الفعل على هذه الجريمة التي ارتكبت بحق مصر والمصريين، وراح ضحيتها 15 من شهداء الواجب في مدينة المنصورة، بالإضافة إلى حوالي 100 من المصابين. أصدرت رئاسة الجمهورية بيان أعلنت فيه حالة الحداد في جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام على أرواح شهداء مصر الأبرار الذين اغتالتهم يد الإرهاب الآثمة في الحادث الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية. وأكدت رئاسة الجمهورية في البيان أن دماء وأرواح شهدائنا لن تذهب هباء، وسيعاقب أشد العقاب كل من سولت له نفسه، سواء بالتخطيط أو التمويل أو التحريض أو الاشتراك أو التنفيذ، حتى يوقن الجميع أن العبث بمقدرات هذا الوطن خط أحمر لن يتم تجاوزه. أكدت الرئاسة في البيان أن الدولة المصرية التي سبق لها أن دحرت الإرهاب في تسعينيات القرن الماضي ستدحره مجددا وتكتث من جذوره، وستحارب القائمين عليه بلا هوادة، ولن تأخذها بهم شفقة أو رحمة. أكد البيان أن مؤسسات الدولة المعنية اتخذت ما يلزم من إجراءات ستنعكس على أمن الوطن والمواطن خلال الفترة القادمة، كما تعاهد رئاسة الجمهورية شعب مصر العظيم بأنها لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات استثنائية للزود عن الوطن والحفاظ على أرواح أبنائه. وفي رسالة تحذيرية شديدة اللهجة أكدت الرئاسة في البيان أنها ستتخذ القرارات اللازمة إزاء القوى الخارجية التي تواصل تدخلها في الشأن الداخلي المصري، وتشدد على أن الأمن القومي المصري يسمو فوق أي اعتبار، وأن أرواح أبناء هذا الوطن لا يمكن مقايدتها بأي علاقات أو أواصر أو مصالح. وطبعا كانت هناك الكثير من ردود الأفعال العالمية على هذا الحادث وهذه الجريمة التي ارتكبت في الساعات الأولى من صباح اليوم. عدد كبير من الوزراء الخارجية في العالم أدانوا هذا التفجير، وزير الخارجية البريطاني، الخارجية الفرنسية أيضا، وأيضا مسؤول كبير في قطر أدان وبشدة هذه الجريمة وهذا الحادث، ودعا إلى ضبط النفس، ودعا الجميع للحفاظ على أمن مصر، والذي باستقرار هذا الأمن في مصر يعد استقرار للمنطقة العربية. ربما كانت الدولة العربية الأولى التي تصدر هذا البيان المندد بهذا الحادث. أصدرت أيضا القوات المسلحة بيان نعت فيه ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن من رجال وزارة الداخلية والمواطنين الذين استشهدوا فجر اليوم نتيجة عملية إرهابية خسيسة استهدفت مديرية أمن الدقهلية بواسطة سيارة مفخخة. و حسب بيان القوات المسلحة، نتقدم جميعا قادة ضباط صف وجنود بخالص التعازي والمواساة لأسر شهداء الوطن، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة. أضافت القوات المسلحة في نعيها، نؤكد أن مثل هذه العمليات الجبانة التي تقوم بها فئة ضالة خرجت عن الجماعة الوطنية المصرية وانتهجت العنف والغدر واستحلت دماء المصريين، أن ذلك يزيدنا عزما وإصرارا على تطهير أرض الوطن من خفافيش الظلام وأنصار التنظيمات المتطرفة التي تحاول بين الحين والآخر العبث بأمن مصر القومي وإثارة الفزع بين المواطنين خلال تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد. أيضا كان هناك إدانة من جانب السيد رئيس الوزراء دكتور حازم الببلاوي، والذي أكد في مؤتمر صحفي أن هذا الحادث هو استمرار لسلسلة طويلة من عمليات الإرهاب، منها عملية أو محاولة اغتيال وزير الداخلية والمظاهرات والاعتداء على الأموال العامة ومحاولات منع الدراسة وتهديد أمن المواطنين، وشدد على أن ما حدث بالأمس يعد أبشع أنواع الإرهاب الذي تتعرض له مصر. دعونا نستمع إلى جزء من كلمة سيد رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي اليوم. السبب في حديثي اليوم بالرغم من أنه بكرة في اجتماع مجلس الوزراء هو أنه بالأمس حصل حادث جلل بالغ الخطورة والألم، حادث
اللي حصل في المحافظة الأهلية في المنصورة، هذا استمرار لعمليات، سلسلة من عمليات طويلة فيها قتل، فيها محاولة اغتيال وزير الداخلية، فيها مظاهرات، فيها اعتداء على الأملاك العامة، فيها منع الدراسة، فيها تهديد لأمن الناس. لكن ما حصل بالأمس بلغ ذروة الإساءة لهذه الأمة. أنتوا عارفين أنه في صدر أحكام بحظر نشاط تنظيم الإخوان، والدولة بتقوم بتنفيذه بكل صرامة، لكن اللي شفناه امبارح بينقلنا نقلة نوعية في حجم الإرهاب. ما حدث هو أبشع أنواع الإرهاب اللي يمكن تتعرض له دولة. هذا ليس جديدا، وأنا الموضوع أنا متأكد بكرة في مجلس الوزراء هيناقش. بس أنا لما بقول إرهاب، إرهاب ظاهرة موجودة يقوم بها الأفراد، تقوم بها تنظيمات، وكلها إرهابية. والإرهاب له جوانب مجتمعية، سياسية، أخلاقية، قانونية، وما رأيناه بالأمس هو إرهاب بكل هذه المعاني، والدولة ستواجهه بكل قوة وبكل حسم، والقانون سيأخذ مجراه ولن يتهاون مع أي شخص. فأنا حبيت أقول لكم هذا الكلام، إنه نحن في مواجهة مظهر من أبشع مظاهر الإرهاب، ولن نسكت عليه وسنواجهه، ومن قام به فردا أو جماعة هو إرهاب. هذه كانت كلمة السيد الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، وأيضا من مجلس الوزراء أكد السفير هاني صلاح المتحدث باسم المجلس أن الحث الإرهابي الذي وقع بمديرية أمن الدقهلية بيشير إلى وجود عناصر في المجتمع لا تريد الأمن والاستقرار للوطن، وأن الحكومة عازمة على مواجهة هذه العناصر بكل قوة، وحسم أن رد هذه المرة سيكون قويا للغاية. وأشار إلى أن هذه العملية لن تثني الحكومة عن المضي قدما للتحضير للاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 يناير المقبلين، وأن هناك تحركات على المستويات وكافة الأصعدة لتكثيف منابع العمليات الإرهابية وأنشطتها. لفت أيضا إلى تخصيص دوائر خاصة لسرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالإرهاب بما يحقق العدالة الناجزة وسرعة التوصل لمرتكبي هذه الجرائم الإرهابية. وأشار إلى قيام البنك المركزي بتجميد الأرصدة المالية لحوالي 1055 جمعية على علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، وأن هناك تنسيقا بين الجهات المعنية لهذا الأمر للوقوف على آخر الأرقام المتعلقة بالشهداء والمصابين والضحايا. ينضم إلينا دكتور محمد فتح الله المتحدث باسم وزارة الصحة. مساء الخير يا دكتور. دكتور فتح الله، يعني منذ تقريبا 30 دقيقة ارتفع عدد الشهداء إلى 15 بعدما كان 13، هل كان نتيجة لأنه الحالات كانت حرجة، الإصابات كانت بالغة؟ لا، هو زي ما حضرتك قلت في عدد الاصابات وصل 15 حاله، عدد الوفيات 15 حاله، عدد الاصابات 101 حاله، تم خروج منهم 54 حاله، وفي 38 حاله تحت العلاج، 37 حاله تحت العلاج، وتسع تم تحويلهم الى المستشفى العادي ومستشفى الشرطه العامه. يعني التسع حالات التي تم تحويلها، هل بناء على صعوبة حالتها ويعني أنه الحالة حرجة مثلا؟ لا، هو الحالة في حالات
بتحتاج لتخصص دقيق شويه. يعني ممكن الرمد، التخصصات الدقيقه اللي بتبقى محتاجه شغل شويه اكتر. فبنفضل ان هي تاخد فرصه افضل. يعني هل ممكن تشرح لنا شكل نوعيه الاصابات؟ هو حضرتك يعني طبعا احنا في حوالي 4 حالات خطيره. يعني ما بين في يعني مع فقدان للوعي وموجودة على أجهزة التنفس الصناعي. معظم الحالات الفجوة بتبقى الحمد لله إن شاء الله بسيطة. تمام. دكتور فتح الله، يعني 15 حالة وفاة وشهداء توفوا نتيجة هذه الجريمة، هل تم التعرف على شخصيات الـ15؟ يعني 15 جثمان، هل لدينا أسماءهم معلوماتهم الكاملة أم أن هناك بعض من الجثث المجهولة؟ لا، هو الحقيقة معظم الحالات أو 15 حالة مجهولين، ولكن هو يعني يمكن من حوالي ساعة يعني تم اكتشاف قصة موجودة في منطقة الحدث بعد إزالة الدروكام وكده. إنما الـ14 حالة معروفة من إذا يعني 14 حالة لشهداء معروف هويتهم، ولكن بقيت جثة واحدة غير محددة الهوية. بالضبط. هل هذه الجثة يعني يصعب التعرف على تفاصيل لا هو طبعا يعني هي اكتشافها لسه، بس يعني ما بقالوش فتره طويله، فطبعا هيبقى معروف يعني. يعني البعض يتحدث، يعني مؤخرا كان الحديث ومنذ قليل تحدث السيد عبد الفتاح عثمان مسؤول العلاقات العامة بوزارة الداخلية، انه هذا الحادث وهذه الجريمة ناتج عن عملية انتحارية بعربة مفخخة. وبالتالي السؤال، هل تم التوصل الى بعض من اشلاء مثلا او جثمان هذا الانتحاري؟ لا، هو الحقيقه يعني طبعا هي زي ما حضرتك قلتي عربيه مفخخه او انا رعش طبيعي في الانفجار، ولكن هي طبعا الموجات الارتداديه دي بتبقى عنيفه جدا، ويعني في بعض الجثث انما يعني بوجه عام ما هيش يعني اصابات، يعني طبعا اصابات قاتله يعني، ولكن ما فيش. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد فتح الله المتحدث باسم وزارة الصحة. النهاردة شيخ الأزهر أكد على أن الدم المصري كله حرام والتفجير إرهاب لا يقبله شرع أو عرف. وزير الأوقاف أكد من يفجر نفسه منتحر، ومن يفجر غيره قاتل ومفسد، والمحرض والصامت شريكان. السيد مفتي الجمهورية أدان أيضا حادث تفجير مديرية أمن المنصورة، وأيضا جاءت الإدانة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنيسة الروم الأرثوذكس أدان هذا الهجوم الإرهابي على مديرية أمن المنصورة. اليوم للتعرف على المزيد من تفاصيل هذه الجريمة انضم إلينا الزميل الأستاذ يسري البدري، رئيس قسم الحوادث بجريدة المصري اليوم. مساء الخير يا أستاذ يسري. مساء الخير يا فندم. هل هناك جديد فيما يتعلق بتفاصيل هذه الجريمه؟ والله حتى هذه اللحظه باستثناء بيان وزاره الداخليه، بيان وزاره الداخليه من وجهه نظري حل بعض الاجزاء في هذا اللغز في هذه القضيه. القضيه بدات بواقعه تفجير، بدات في الساعه الواحده فجر اليوم سياره مفخخه وفقا لبيان وزاره الداخليه تخترق الحواجز الامنيه من الشارع الخلفي لمديرية الأمن، تحدث عملية تفجيرية تستهدف مبنى المديرية الموجود به مدير الأمن وعدد من القيادات الأمنية الذي تردد أنهم كانوا في اجتماع لترتيب الأوضاع على عملية الاستفتاء على الدستور أمس. هذه الموجة الانفجارية أدت إلى سقوط وانهيار بعض أجزاء مبنى مديرية أمن الدقهلية، انهيار لسقف وأجزاء من مجلس المحلي، تهشم كامل لبنك تجاري مجاور، أيضا تلفيات 22 سيارة موجودين، وتدمير ل 120 محل. هذه العملية الإرهابية
تأتي بعد ملاحقات أمنية مستمرة من وزارة الداخلية للأشخاص الذين قاموا بسحل ضابط سحل سائق المنصورة والذي أطلق عليه ذبيح المنصورة عقب مسيرة إخوانية، أيضا ملاحقات إخوانية لعدد من الهياكل التنظيمية داخل مدينة المنصورة تحديدا، خاصة أنها تعد معقل لجماعة الإخوان المسلمين تحديدا منطقة سندوب، هي ملاحقة أمنية مستمرة لهم. فكان من الطبيعي أن يكون رد الفعل بمنتهى القوة. هذا التفكير الإرهابي لم يكن الأول الذي يستهدف مديرية أمن الدقهلية، فقد تم استهداف المديرية من قبل في شهر 7 بعد عزل الرئيس مرسي بعملية إرهابية، لكن كانت أخف، كان هناك تهشم لبعض وإصابات فقط لأحد المجندين ومواطنين تصادف مرورهم أمام مديرية الأمن. لكن اليوم هناك تحقيقات مستفيضة وجه بها وزير الداخلية عقب تفقده مكان الحادث، أيضا وجه بتوفير عدد كبير من خبراء المعمل الجنائي والأدلة الجنائية مكان الحادث بسرعة تعقب الجناه. وكانت النتيجة في هذا البيان الذي صدر قبل دقائق أن هناك انتحاري نفذ هذه العملية. أعتقد أن المواد المتفجرة وفقا لمعلومات من الجنائي تزيد عن 300 كيلو من مادة التي ام تي وتقترب إلى النصف طن. هذه الموجة الانفجارية أدت إلى تصدع بعض وتهشم بعض المحلات على ما يقرب من أكثر من 3 كيلومترات مديرية أمن الدقهلية. المصابين حتى هذه اللحظة حالتهم خطرة، تم نقل 9 حالات منهم إلى القاهرة، منهم الآن اللواء سامي الميهي مدير الأمن يرقد داخل مستشفى المعاد العسكري لعلاج أحد عينيه، وإن كانت هناك معلومات عن احتمال تطلب سفره إلى الخارج. وزارة الداخلية أبدت استعدادها لنقل جميع المصابين. تتحدث عن السيد مدير أمن الدقهلية؟ نعم، تتحدث عن حالة السيد مدير أمن الدقهلية اللواء سامي الميهي مدير أمن الدقهلية. هناك إصابة خطيرة في أحد عيناه، من المتوقع أن يتم سفره إلى الخارج خلال ساعات إذا استدعت حالاته، وإذا أقر الأطباء المعالجين داخل مستشفى المعاد العسكري أن حالاته تستدعي السفر للخارج. فريق بحث عالي موجود الآن داخل محافظة الدقهلية، لكن حالا للاستنفار القصوى في جميع محافظات مصر للتصدي لمحاولات هذا التنظيم. أنا بالنسبة لي فقد صوابه الآن ما قدموش فرصة غير فرصة إثبات الوجود خلال الفترة اللي جاية، إن هو يعمل عمليات إرهابية جبانة وخسيسة بهذا الشكل في هذا التوقيت أساس يروع. لكن أنا بستغرب من تصريحات الدكتور حازم البدلاوي اننا يعني حكومه احنا مش بناخد منها كلام لغايه دلوقتي. يخرج علينا المتحدث الرسمي باسم الحكومه في الصباح تاريخ وكاله انباء الشرق الاوسط ويقول انه المجلس الوزراء اقر ان هذه الجماعه جماعه ارهابيه، ويخرج علينا الدكتور حازم البدلاوي يقول ان بندرس وننتظر حكم قضاء. هو احنا قررنا ولا لسه بندرس؟ يعني ما هو الواضح انه هناك تضارب في هذه التصريحات. لكن كان هناك تصريح ايضا لدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي، وهو ايضا يعني استاذ القانون بجامعه عين شمس، واكد انه لا يمكن اعتبار هذه الجماعه جماعه ارهابيه، تعرفها او توصفها قانونيا بانها جماعه ارهابيه الا بعد خروج قانون الارهاب. هكذا تحدث دكتور حسام عيسى وهو عضو في حكومه دكتور الببلاوي. يعني ايا كانت توصيفات الحكومه، يعني هكذا ينظر اليها الشعب على الرغم من محاولات النفي المتكرره من جانب اعضاء هذه الجماعه الارهابيه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ يسري البدري رئيس قسم الحوادث بجريده المصري اليوم. النهارده ما يعرف بتحالف دعم الشرعيه ادان هذه الجريمه، ادان هذا الحادث، واشار الى ما اسماه هم بالانقلابيين وبعض من رجال الأعمال الذين يعملون على تفجير الأمور في البلاد، والإشارة بأصابع الاتهام إلى آخرين. خرجت أيضا ابنة خيرة الشاطر لتشير أيضا إلى من أسمتهم بالانقلابيين، وأكدت أنه نرفض جرنا إلى مزاعم قيامنا بهذه التفجيرات.
الاسوشيتد بريس تقول الببلاوي استغل فرصة التفجير لإعلان الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. فاينانشال تايمز أسلوب التفجير مشابه للقاعدة والجماعات الجهادية اقتربت جدا من العاصمة. رويترز الإخوان سارعوا بإدانة التفجير لنفي تورطهم في هذا التفجير. فرانس 24 الانفجار هو الأكثر دموية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وول ستريت جورنال التفجير يتحدى قدرة الحكومة على تنفيذ الاستفتاء ورد تكثيف الجيش حملته في سيناء. يعني أشارت وول ستريت إلى أنه كان رد الجيش هو تكثيف حملته في سيناء. USA Today الحكومة ستستغل التفجير لتمرير الاستفتاء. وجهات نظر ورؤى مختلفة خارجية، ولكن بالفعل هناك حالة من حالات الاستنفار في كثير من المحافظات، سواء محافظات القناة أو محافظات شمال وجنوب سيناء. وفي شمال سيناء اتخذت كافة التدابير الأمنية اللازمة، خاصة بعد ضبط بعض من الذين يستخدمون الأنفاق بين غزة ورفح لتهريب بعض من البضائع أو بعض من الأسلحة، وألقوا القبض عليهم. وأكدت قوات الأمن هناك أنها بتقوم بما يكفي من إجراءات لتأمين كل المنشآت الحيوية والأمنية في المحافظة. ينضم إلينا زميل محمد رزق من محيط مسجد النصر بالمنصورة. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا أستاذ زميل. يعني منذ قليل كانت في سيارة مشتعلة أضرم فيها الجمهور الغاضب في الشارع النار بعد إشارة سائقها بإشارة رابعة، تم إخماد النيران حتى اللحظة يعني كما يتضح لنا، هل في أي من التطورات؟ نعم بالفعل أستاذة دينا، حدث الأوضاع الآن بشارع الجيش بعد الاشتباكات التي شهدها الشارع اليوم عقب الانتهاء من صلاة الجنازة بمسجد النصر في مدينة المنصورة. خرجت مسيرة حاشدة من أهالي المنصورة رفضها العمل الإرهابي الذي شهدته مديرية أمن القليوبية اليوم. وأثناء مرور المسيرة خرج بعض الأشخاص من عمارة بشارع الجيش وقاموا برفع علامة رفض، مما استفز الأهالي وقاموا بالهجوم على العمارة وتفريجها من محتوياتها وحرق سيارة تابعة للشركة، شركة سياحة بالعمارة. يعني تم حرق السيارة ورأينا يعني النيران مشتعلة فيها على مدار تقريبا ساعة، ولكن ماذا عن السائق؟ يعني هل لدينا أي معلومة عنه؟ هذه السيارة لا كان يوجد فيها داخلها سائق، كانت مركونة أمام العمارة فقط. كانت مركونة أمام العمارة. نعم بالفعل. ايضا تم اصابه البعض من الاشخاص الذين تواجدوا داخل العماره لاشتباههم ان يكونوا من عناصر تنظيم الاخوان. بشكرك شكرا جزيلا زميل محمد رزق من محيط مسجد النصر بمحافظة الدقهلية وتحديدا من مدينة المنصورة. الأهالي الغضبانين في محافظة الدقهلية قاموا بإحراق منزل قيادي إخواني هارب، وقاموا أيضا بتحطيم بعض من المحلات التجارية المملوكة لأعضاء الجماعة في أجا، مركز أجا بمحافظة الدقهلية. إخوان الدقهلية أصدروا بيان قالوا فيه تفجير المنصورة ده عمل إجرامي جبان، وأشاروا أيضا إلى الإنقلابيون يقتلون المصريين لتمرير الدستور الدموي، وكأنه الدستور يحتاج إلى يعني أي جريمة من هذه الجرائم لتمريره. يعني الحقيقة سيناريوهات وحكايات وروايات دائما ما يأخذنا ليها الحقيقة أعضاء هذه الجماعة، ولكن في كل الأحوال واضح بشكل كبير جدا هذه الهمة، هذه الهجمة، هذه المسارعة المتوالية والمتتالية لأعضاء من الجماعة أبناء القيادات أو بعض من القيادات أو من تحالف دعم الشرعية التابع لجماعة الإخوان المنحلة لنفي هذا الاتهام عنهم تماما ونفي هذه التهمة عنهم. والحقيقة أنه ده ما حصلش في كثير من الجرائم في الفترة الماضية اللي ربما كانوا بيكتفوا فيها بالسخرية ربما الشمال
شماتة على وسائل التواصل الاجتماعي. النهاردة الحقيقة أنه كان في شماتة أيضا، شماتة على فيسبوك وشماتة على تويتر من قبل بعض من أعضاء الجماعة. البعض منهم تحدث عن أشلاء الكفار التي تناثرت جراء هذا الانفجار، البعض منهم تحدث انه دي هدية عيد ميلاد المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد، واشكال مختلفة الحقيقة من الشماتة من هذا الشر الحقيقة اللي اعتدناه خلال هذه الفترة الماضية. ينضم الينا السيد محافظ بورسعيد اللواء سماح أنديل. مساء الخير سيادة المحافظ. سيادة المحافظ سيادة المحافظ، يعني بالتأكيد محافظة ومدينة بورسعيد من أهم مدن محافظات القناة، وهناك حالة من الاستنفار الأمني لمنع وقوع أي من هذه الجرائم أو التفجيرات في المحافظة. أبرز تفاصيل هذه الحالة من الاستنفار يا فندم. الحقيقة أنه كان امبارح يناسب العيد القومي لمدينه بورسعيد، والحقيقه بورسعيد كلها كانت سهرانه وسعيده، لكن يعني النهارده صباحا كلنا استيقظنا على خبر سيء جدا وهز مشاعر كل المواطنين في بورسعيد وهز مشاعر كل الناس، وهو الحادث الاليم اللي حدث منصوره. وانا بؤكد ان الحوادث الارهابيه والاجراميه دي لن تزيد الشعب المصري والمواطنين المصريين الشرفاء الا اصرار على انهم يمضوا في طرقهم في اتجاه الديمقراطيه ان شاء الله. باسمي وباسم شعب بورسعيد بنتقدم بخالص التعازي للسيد وزير الداخليه وكل اسر الشهداء، وبنسال ربنا سبحانه وتعالى ان يتغمدهم برحمته الواسعه. نتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل باذن الله وعودتهم سالمين الى مواقعهم كل الاخوه المصابين، وندعو لهم جميعا بالشفاء ان شاء الله باذن الله. سياده المحافظ، بورسعيد ليها وضع خاص كونها المدخل الشمالي لقناه السويس، والمجرى الملاحي هو اهم هدف او حيوي في جمهوريه مصر العربيه النهارده، فاحنا بنؤمن هذا الهدف بارواحنا وبدمائنا. اعيد تاني تكثيف اجراءات التامين خلال اعتبارا من اول ضوء النهارده او من صباح اليوم بالنسبه للمجرى الملاحي والمعديات والمنافذ، والتاكيد على الدواوين الحكوميه والمديريات والادارات والمدارس ذات الكثافه السكانيه او ذات كثافه الافراد حتى لا يحدث مكروه ان شاء الله. وعيد تاني في بورسعيد تكثيف الاجراءات الامنيه وسير القوافل الامنيه المكونه من عدد من المركبات التي تتواجد دائما في الشوارع وتبعث الطمانينه في نفوس المواطنين، وتؤكد ان هذه احداث عارضه لن تحدث ان شاء الله في بورسعيد ولن تزيد الشعب المصري زي ما اكدت الا اصرار على المضي في طريقه ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء سماح انديل محافظ بورسعيد. وبالفعل امبارح بورسعيد كانت بتحتفل بعيدها القومي او عيد النصر وذكرى انتصار الشعب المصري ومصر على العدوان الثلاثي، وطبعا وما اشبه الليله بالبارحه. وكما جاء في بيان رئاسه الجمهوريه هناك اشاره الى تدخل من قوى خارجيه لإثناء مصر والمصريين على المضي قدما بطريق اختاروه واتفقوا عليه غالبية الشعب المصري وداعمين لقيادة هذه المرحلة. ولكن الحقيقة أنه كما كان في 56 يتكرر اليوم في 2013 من وحدة لجبهتنا الداخلية لمواجهة أي محاولة للتفتيت للتخريب للإحراق أو لإشاعة الفزع الخوف وإثناء الإرادة المصرية على التقدم في مخططها وحلمها لمصر المستقبل. النهاردة كمان بمناسبة حديثنا على المحافظات كان هناك تصريح ربما مثير للجدل للسيد مدير أمن السويس اللواء خليل حرب، الذي أعلن حالة الاستنفار الأمني الكامل بجميع أنحاء المحافظة ونشر قوات مكثفة أمام جميع المنشآت الشرطية والحكومية والحيوية بالمحافظة بعد حادث تفجير المنصورة الإرهابي. أكد مدير الأمن أنه يطالب المواطنين بالإيجابية. كيف هي الإيجابية من وجهة نظر السيد مدير أمن
السويس. الإيجابية هي القبض على عناصر الإخوان التي تروع المواطنين، وقال مش معقول إنه كل شيء يكون على عاتق الشرطة والمواطنين بس واقفين يتفرجوا، مؤكد إنه هذا التنظيم أصبح خطر على مصر وحادث المنصورة تحدي للدولة، ويجب علينا جميعا أن نتوحد للقضاء على هذا الخطر. بقدر شعورنا بهذا الخطر كشعب وكدولة، ولكن بالتأكيد هناك قانون وهناك قوات للأمن وهناك قوات مسلحة وهناك إدارات وهناك وزارات وهناك مواطنين. أن يقوم المواطن بدور ضابط الشرطة في الشارع للقبض على من يراه المواطن أنه يروعه أو يروع آخرين، أعتقد أنه ده من الممكن أن يفتح الباب أمام تجاوزات قانونية كثيرة جدا في الشارع المصري. نتمنى أن تكون الإيجابية أن يقوم المواطن بالإبلاغ، أن يقوم بالتحذير، أن يقوم بالتدليل على أي من المجموعات التي قد تقوم بالتخطيط لزعزعة الأمن في البلاد، زعزعة الاستقرار في البلاد، ولكن أن يقوم رجل الشارع بدور ضابط الشرطة هذا يعني نعتقد أنه في خطورة. في كل الأحوال ينضم إلينا سيادة اللواء خليل حرب مدير أمن السويس. مساء الخير سيادة اللواء. مساء الخير يا فندم. إذن دعيت المواطنين للإيجابية حسب ما نشروا الموقع الإلكتروني لجريدة اليوم السابع، وقلت أنه المواطنين يجب أن يقبضوا على اللي بيشوفوا ان هم بيروعوا المواطنين، ومش كل حاجه هتكون على عاتق الشرطه والمواطنين واقفين يتفرجوا. هذا الكلام عار تماما من الصحه، عار تماما من الصحه. اي حديث لليوم السابع على الاطلاق. اذا حضرتك تكذب كل التصريحات التي نسبت اليك على موقع اليوم السابع. بالظبط كده، انا لم اقل انني باطالب المواطن بمساعدتنا في القبض على جماعات الإرهاب أو الإخوان المسلمين، لم أقل ذلك. إذن الشرطة، رجال الشرطة كفيلين بالقيام بواجبهم بالتأكيد بمساعدة من المواطنين، ولكن لا يحل دو مكان رجل الشرطة في الشارع. الشرطة عارفة دورها كويس. طيب الشرطة تعلم جيدا دورها كويس، ولها محددات ولها تحديات. وبتقوم بدورها على أكمل وجه، وبنحدث الخطط الأمنية، ودائما بنعمل مراجعات للخطط الأمنية اللي احنا بننفذها وبنمشي عليها لتأمين كافة المناطق الحيوية والمنشآت والمواقع الشرطية. تمام. طيب سيادة اللواء، يعني هل ممكن تطلعنا على يعني خطة الاستنفار الأمني الآن في محافظة السويس؟ أنا أحب أقول لحضرتك إن احنا مستنفرين أساسا من قبل هذا الحدث. مفيش إجراءات استثنائية بعد الحادث؟ ودائما وأبدا مأمنين كافة المواقع ومأمنين المواطن سواء في مسكنه أو في الأماكن التي بيرتادها، مأمنين البنوك والكنائس والمجرى الملاحي ونفع الشهيد أحمد حمدي، عاملين دوريات مستمرة على مدار 24 ساعة في أكمنة ثابتة وأكمنة متحركة، في أكمنة ثابتة بتشتغل بالليل لغاية الصباح الباكر، في تأمين للمدارس والجامعات، في تأمين للمنشآت الحكومية. إنما بعد هذا الحادث أعتقد إن احنا لابد أن نعزز هذه الخدمات، وقمنا فعلا منذ هذا الحادث امبارح بالليل بتعزيز ونشر أمني في جميع المواقع لتجديد الإجراءات الأمنية. أنا بطمن الشعب السويسي بقول له إن احنا موجودين معاك لأمنك وأمانك على مدار 24 ساعة. تمام. احنا مستمرين في الخطى الصحيحة بتاعتنا لعبور هذا المنعطف الخطير اللي بتمر به البلاد، وان شاء الله هنعبره ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء خليل حرب مدير امن السويس، الذي اكد على حالة الاستنفار الموجودة في محافظة السويس حتى قبل
وقوع هذه الجريمة في محافظة إدة أهلية ومدينة المنصورة تحديدا، ونفى تماما هذه التصريحات المنسوبة اللي على موقع جريدة اليوم السابع أنه بيدعي المواطني أو بيدعو المواطنين لمساعدة رجال الشرطة والقيام بالقبض على أي من أعضاء تنظيم الإخوان وجماعة الإخوان المنحلة. نفى تماما السيد اللواء خليل حرب مدير أمن السويس هذه التصريحات. النهاردة 24 ديسمبر الكريسماس إيف أو ليلة عيد الميلاد بالنسبة للأخوة المسيحيين الكاثوليك بالتأكيد، وفي ظل هذا الحزن وفي ظل هذا الحداد وفي ظل هذا خوف بالتأكيد على أمننا وعلى سلامتنا وعلى استقرار بلادنا، لا يسعنا إلا أن احنا نتقدم ليهم بخالص التهنئة بعيد الميلاد المجيد، ونتمنى أنه بإذن الله يعني في سنوات قادمة تكون الظروف أفضل بكثير، ونتمنى ألا يكون هناك أي محاولة لتعكير صفو هذه المناسبة الدينية عيد الميلاد المجيد بالنسبة للأخوة المسيحيين، وأن يكون هناك تأمين كافي للكنائس على مستوى الجمهورية حيث سيكون قداس عيد الميلاد الليلة بإذن الله. بعد الفاصل مشاهدينا نلتقي مع دكتور عمار علي حسن الأديب والكاتب الصحفي والباحث السياسي والمتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، وأيضا سيادة اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، لنتعرف على رؤية كل منهما لهذه الجريمة التي وقعت في الساعات الأولى من فجر اليوم.